سامعيني يا شباب؟ سامعينك يا دكتور. شو وين البقية؟ هاي غسان معانا؟ هاي غسان، مين عندي كمان؟ حمزة خالد، اطفي الكاميرا يا أسيد. فيصل، في موجود دكتور محمد عبد مهنا، الله. موجود دكتور. دكتور بسام اوكي كيف حالك؟ شباب، الشبكة ضعيفة، يعني هي إذا هتشغل الكاميرا حيتعب. دكتور بسام كيف حالك؟ هلا بيك، استنى بس آخر أشوف شيء على بدي الشباب. أغلبك ابعث الرابط على رابط الجروب، على الجروب في لشاب بده إياه. ليش مش داخل معنا على الجروب؟ ما بعرف جديد الشاب. ابعته على الجروب الرابط. لانه مش عندي الصراحه. دكتور الله يعطيك العافيه، يسعد صباحك. واحد فيكم يبعث الرابط على الجروب يا شباب. في انا امبارح سجلت الماده دكتور جديد، جيت عليك وفتحت لي سجلتها جديد، فبدي مشان الواتساب مشان اضيف على جروب الواتساب. انا هلا عندي محاضره، اتواصل معي على التلفون بعد المحاضره. شكرا دكتور. الطلبات الشخصيه خليها بعد المحاضره، مش وقت المحاضره. ابعت واحد فيكم يبعت رابط المحاضرة على الجروب، بعتوه لسه. عمر فايز، عمر زيد، في عندي بلال عبد الله، في عندي فيصل وحمزة وغسان، في رند حسام، بلال حكينا، حسان عياصرة. نعم نعم دكتور. حسان شو اسم أبوك؟ عبد الرحمن. حسان عبد الرحمن، أوكي. اللي كاتبين اسمائهم بالانجليزي، احنا اتفقنا المره اللي فاتت بالعربي بدي كله. في ابراهيم حماده، في عمر. دكتور انا موجود، محمد مهنا. هاي اسيد، محمد ايش؟ مهنا موجود. موجود موجود. إبراهيم حمادة. طيب. دكتور موجود بس. أوكي ماشي. مسيد. مين اللي طالع رقمه 01028؟ مش حاجة نجي من على الطلاب، كل واحد اسمه بالعربي يطلع قدامي، الاسم الأول واسم العيلة. اوكي لسه في طلاب الشعبه، صار في حوالي 27 طالب لهلا. يعطيكم العافيه، اللي طالع رقمه عندي 601 08، محمد ايهاب، بعتوا رابط اللينك على الجروب. الاصل كلكم تدخلوا. يا غسان بعثت الرابط موجود خلاص. اوكي رجاء ما حدا يدخل لي من اللينك اللي على الجروب، هذا ممنوع، هي للجميع. الاصل تدخل على منصه التعليم الالكتروني، تدخل على الماده وتكبس على الزر اللي هي منصه اللي هي الزوم، هيك الاصل. بس بين انه في بعض الطلاب لسه سجلوا امبارح واليوم لسه مش ظاهر عندهم الماده، بنسل يعني المحاضره هاي بنمشي الامور، بس اعتبارا من المحاضره الجاي لا، الاصل انك تفوت على الماده زي ما هو ظاهر قدامك، تدخل على منصه التعليم الالكتروني. اللي ما بيعرف يدخل على منصه التعليم الالكتروني خاصه الطلبه الجدد،
بحط جامع الجرش، بحط جامع الجرش خدمات إلكترونية، بروح على منصة التعليم الإلكتروني، بدخل رقمك الجامعي والباسورد. بعد ما تدخل رقمك الجامعي والباسورد بتلاقي المواد عندك ظاهرة، تختار مادة شبكات الحاسوب، بيظهر عندك اللي هو المحتوى اللي هو أمامك. اليوم بدي أتكلم نرتب أمورنا. هلا في البعض منكم بعت لي على جروب الشبكات، هلا الأصل الكل يكون على جروب الشبكات. مين مش مشترك على جروب الشبكات؟ هلا دكتور، دكتور لسه امبارح يا دوب. طيب أنا كل اللي يجوا عندي على المكتب ضفتكم على جروب الشبكات، خزن اللي عندك تبعث لي على الواتساب عشان أضيفك على جروب الشبكات. تمام دكتور، تمام. لازم الكل من الضيوف على جروب الشبكات. أول شغلة طلبتها منكم المحاضرة اللي فاتت إنه الكل يبعث اسمه بالعربي وبالإنجليزي ورقمك الجامعي ورقم تلفونك والإيميل الأكتف الفعال بتفتحه دائماً عشان نسجلكم في سيسكو. هلا بعض الطلاب مشكورين بعثوا لي، في البعض ما بعت. رجاءً قبل يوم الخميس الكل يكون عشان أقدر أضيفكم على سيسكو. واضح؟ هلا ابعث لك اياه على الخاص دكتور. ايش؟ على الخاص نبعث لك اياه يعني؟ لا لا، على الجروب، ابعث على الجروب. انا قلت ضمن الجروب بتقول انا الطالب اسمي كذا، رقمي كذا، تلفوني كذا، ايميلي كذا، بالعربي وبالانجليزي اسمك. تمام. على جروب الشبكات لاني انا بدي اخذهم من هناك اسوي فيهم كاملين. تمام. في بعض الطلاب كاتبين لي الصوت محمد ايهاب بقطع، بقطع من عندك، تاكد من شبكه الانترنت، انا من عندي الامور يعني واضحة. طيب هلا هاي صفحتنا في المادة، كل تعاملك تواصلك معي بيكون من خلال منصة التعليم الإلكتروني. نزلت لك هون عشان تدخل على المحاضرة، تكبس على منصة المحاضرة بتدخل على الزوم، بس تكون منزل الزوم سواء كان على تلفونك أو على اللابتوب تبعك. حطيت لك بعض الفيديوهات كيف تنزل الزوم، هاي الرابط تنزيل الزوم. هذول الفيديوهات تعليمية كيف تتعامل مع منصة التعليم الإلكتروني، كيف تحل الواجبات، كيف ترفع الواجبات، كيف تقدم امتحاناتك سواء كان امتحانات نصفية أو نهائية أو كوزات من خلال منصة الامتحانات، وهي نتكلم عنها بعدين. الساعات المكتبية بدك أي شيء تواصل معي من خلال الساعات المكتبية، هي قدامك منهم تكبس تختار موعد، أي موعد لأي طالب بيكون خلال ربع ساعة، يعني بنحجز لك موعد ربع ساعة خلال الساعات المكتبية نتواصل مع بعض. هلا جميع المحاضرات اللي بدي اعطيها بسجلها برفعها على اليوتيوب وبحط لك اللينك تبعها اعتبارا من المحاضره اللي فاتت. المحاضره اللي فاتت كانت اول محاضره لان كانت 28/2، اليوم محاضرتنا اللي هي بتكون ايش 2/3. كل المحاضرات اللي انا بعطيها بحطها هون بيجوا ورا بعض عشان اي محاضره ما بتحضرها شو بيصير، اي محاضره ما بتحضرها شو بيصير، تقدر ترجع تحضرها مره ثانيه او النت تقطع عندك او صار عندك ظرف. هلا بيجي المحتوى الماده. اليوم بنتكلم عن السيلابس الماده، شو مطلوب فينا في الماده، شو كتاب الماده التكست بوكس. هلا في السلايدات، في المختبر اللاب، شو لازم تبدا تشتغل وتنزل، شو اللي بدك تنزله عندك على جهازك وكيف تتعامل. اليوم بدنا نحط جاي خارطة الطريق رود ماب، شو خلال الثلاث أو الأربع شهور، شهر ثلاث وأربع وخمسة وستة بدنا نشتغل في هاي المادة. مادة الشبكات من المواد المهمة، بتفتح لك مواد تانية، فبالتالي لابد أنك تتواصل تعرف شو مطلوب منك خلال الفصل. فنبدأ أول ما نبدأ، نبدأ بسلبس المادة وبعدين نتكلم عن الشغلات اللي هاي. واعتبارا من المحاضرة جاي حبدأ بأول شابتر أشرحه بالتفصيل. السلبس المادة يجي مهم موضح عندك، خليه يظهر بس في شوية لود على الشبكة. هاي جاي ما هو ظاهر قدامك، تقدر تنزله عندك. الفصل الثاني اللي هي المادة رقمها قدامك كمبيوتر نتورك. الفصل الثاني أنا ما برد على أي استفسارات خلال المحاضرة، بس خلص محاضرتي عنده اتصالات برد علي، برد عليه. ثلاث ساعات. كتاب المادة رح نعتمده هو كتاب Data Communication and Network الفورث إديشن، هاي اسم الدكتور بسام، رقم تلفوني عندك موجود بالإضافة لرقمي في الجامعة،
الساعات المكتبية أنا حاطط يوميا من 9 ونص ل 11، فبالتالي تستطيع التواصل معي من خلال إيش؟ الساعات المكتبية. هلا وصف للمادة شو هي؟ هي عبارة عن مقدمة عن الشبكات واللايرز و حنتكلم عنهم بالتفصيل وأنواع الشبكات، هي وصف عام. الكورس أوبجيكتيف لازم إنك تستطيع إنك كمبيوتر نتورك أند سكرايب ذا بيربوز، الهدف منها describe network media and data transmission, explain network design كيف نصممها, network topology هنتكلم عنهم بالتفصيل, discuss network protocol, network software. هاي الobjective الرئيسية. أي طالب ماخذ هاي المادة لازم يكون outcome learning outcome يعني مخرجاتك أنت لما تخلص تستطيع إنك تفهم شو معنى computer network, الإليمنت العناصر الرئيسية في الكوميونيكيشن. في عندي تو تايب اوف نتورك حتكون تعرف عليهم, داتا ترانسميشن اللي هو سند اند ريسيف, التايب اوف ترانسميشن ميديا, الفانكشن اوف نتورك انترفيس كارد نعرف شو هو, لازم كمان نعرف انواع التوبولوجي او كاركترايز اوف المش والباس والرينج والستارت كله هنتكلم عنه, هدول انواع التوبولوجي اوف نتورك. الشانل اكسس هنتكلم عنهم بالتفصيل كمان, انواع خصائص البان لان والمان والوان والبان, الاو اس اي هنتكلم عنهم بالتفصيل, والدي او دي كمان هنتكلم عنهم, كمان اهم بروتوكول هو التي سي بي اي بي كمان. هاي كلها اي واحد بياخذ هاي الماده لازم يكون عنده إلمام بهاي المواضيع. هدول مسوي. هلا شو بدنا ناخذ كل اسبوع؟ حطيت اللي هو الكورس اوتلاين. هنبدا اول اسبوع ثاني اسبوع بالتفصيل نتكلم عن شو هو النتورك الجلوبال كونكتد, نتكلم عن شو اللان والوان, بعدين نتورك بلاتفورم, changing network environment هنتكلم عن network التحديات اللي بتصير بنا, كمان configuration network operating system هنتكلم الـ iOS نتكلم عنها, الـ addressing الـ schema network protocol هنتكلم عنهم. يعني هاي المواضيع اللي هنخطيها خلال الفصل كامل. اوكي هاي مواضيعنا خلال الفصل كامل اللي هو جميعاً انتم بتعرفوا الفصل هو عبارة عن 16 أسبوع بتقوم منهم أسبوع امتحانات, فبيضل عندنا 15 أسبوع. هاي بعض تعتمد الاعتماد كله على البرزنتيشن اللكتشر محاضرات مناقشات لنيرن اكتيفيتي من خلال الام اس من خلال اللايبري. اوكي اللي بيهمك هون هلا توزيع العلامات, حيكون في عنا امتحان نصف تقريبا بيكون في خلينا نقول من نص أربعة ببدأ امتحانات الميد, حيكون عليه 25 علامة, حيكون عندك 25 علامة تتراوح ما بين الوظائف تقديم الكوزات الامتحانات اللي هي حسويها بالإضافة للوظائف الحضور والغياب, حيكون في عندك فاينل عليه 50 علامة. هاي كتوزيع العلامات. الفاينل يعني بيكون عادة في نهاية خلينا نقول من نص ستة, الميد بيكون تقريبا بنص من نص أربعة لآخر أربعة تقريبا. أوكي حيكون عندنا مجموعة من الوظائف, مجموعة من الكوزات حسوي, مجموعة من امتحانات سيسكو اللي حتقدموها, عشان هيك ضروري كل واحد فيكم خلال نهاية الأسبوع سجلكم في سيسكو أكاديمي, لسبب حتكون معنا في مشرفة اسمها المهندسة عبير معنا في الجروب كمان, هي حتكون المنسقة ما بيننا وما بين سيسكو أكاديمي. أوكي فبالتالي هي حتكون حاطيها لأسماءكم وأرقامكم وإيميلاتكم عشان تسجلكم وبيصير التفاعل من خلالها. هلا بالنسبة لسيسكو أكاديمي عشان تكونوا بالصورة عشان تأخذ امتحانات سيسكو اللي بيشتغلوا شبكات بعرف شو معنى سيسكو. سيسكو أشهر شركة أمريكية موجودة تشتغل في النتورك, معروف على مستوى العالم مش مستوى الأردن. فإحنا بدنا نسجلكم عشان تقدر تقدموا امتحانات سيسكو بالاعتماد على المادة اللي مخدينا. إحنا أصلاً غيرنا محتوى المادة بما يتوافق مع سيسكو أكاديمي, أخذنا الماتيريال اللي بدرسوها بسيسكو وحطناها جزء من مادتنا, عشان أنت لما نشرح المادة
تستطيع تقدم طوال الامتحانات بدون ما تاخذ الدوره تبع سيسكو، فانت كانك ماخذ دوره سيسن اي وسيسن بي، فبالتالي تقدر بناء على الماده اللي ماخذها تقدر تقدم امتحانات، فبالتالي لازم نسجلك. الامتحانات عاده بيكون هم عباره عن 12 امتحان نظري وفي 3 امتحانات عملي، فانت بصير تقدم كل امتحان، تقدم امتحان اول، انا هعتبر جزء من 25 علامه حيكون جزء من تقديمك لامتحانات سيسكو، لاني انا شارح الماده ومعطيك اياها، فبالتالي لابد انك تستطيع تقدم هاي الامتحانات. هلا بعد ما تنجح فيهم كلهم تاخذ شهاده من سيسكو، واضح الفكره؟ فاحنا بنركز على هذا الجانب في هاي الماده. اوكي، هاي التكست بوكس محضر لك اياها، حتعتمد كله اعتماد كلي، سواء تكست بوكس سواء باوربوينت سواء سيسكو ماتيريال تبعيتك كلها بدي انزل لك اياها بشكل كامل. اوكي، هذا بالنسبه للسيلبس. في اي استفسار او استعلام عليه؟ طيب، هذا الجزء الاول اللي هو قدامك اللي هو السيلبس، كل شيء فيه مظبوط. هلا كتاب الماده اللي هو انا حاطط لك في السيلبس اللي هو اي كتاب الماده التكست بوكس، تروح هاي اسمه داتا كوميونيكيشن اند نتورك، هذا كتاب معتمد في كل الجامعات الاردنيه، تكلم فيه عن، لاحظ هاي بس اورجيك السيلبس الاندكس تبع الكتاب. اول شابتر بتكلم انترودكشن عن نتورك، بتكلم عن الفيزيكال لاير، نفس المواضيع اللي احنا بدنا نغطيها، بتكلم عن داتا اللي هي سيجنال ديجيتال ترانسميشن، داتا لينك لاير. اوكي، هاي المواضيع اللي هو بده يغطيها. اوكي، الابلكيشن لاير، هذول اللايرز بعدين باخذ كل لايرز موجوده الاو اس اي وبشرح كل لاير منه، بصير شابتر بتكلم عنه، واضح؟ هذا ككتاب. هلا انا وفرت لك، لاحظ عشان تركز معي، في مكتوب شابتر 1 وفي سيسكو اكاديمي شابتر 1. هلا من الكتاب هذا بغطي الباوربوينت، هذا شابتر 1، هذا المكتوب شابتر 1 1 2 3، هذول بكونوا من الكتاب، هذول السلايدات تبعت الكتاب. هلا سيسكو اكاديمي كمان احنا اعتمدناهم، فبالتالي في باوربوينت، هذول بيكونوا السيسكو اكاديمي تبعون الباوربوينت الخاصه بالسيسكو اكاديمي، احنا ماخذينهم، احنا مسجلين سيسكو اكاديمي ماخذين الماتيريالز كلها تبعتهم، سواء الباوربوينت سواء التطبيقات كلها حنزل لك اياها اللي بدك تتعامل معها. هلا الماده شقين، شق نظري وشق عملي. الشق العملي كيف بدك تطبق؟ حتطبق الشق النظري حكينا عنه، في عندنا هي الماتيريالز سواء كانت سيسكو اكاديمي او من كتاب اللي هو النتورك داتا كوميونيكيشن اند نتورك. الشق العملي بدك تنزل انت ايش اللي تنزله، ايش بسموه باكيت تريسر، وهو موجود نفس في سيسكو اكاديمي، يعني موجود، او حط سوي سيرش على جوجل باكيت تريسر، انا ما بدي اياك تدور عليه ولا شيء، انا اوريدي حطيت لك اللينك اللي عشان تنزل البرنامج هذا لازم تنزله. هلا اذا تقرا عنه اكثر، البرمجيه اللي اسمها الباكيت تريسر هي خاصه بالنتورك، كيف تبني شبكه وكل شيء، هو عباره عن برنامج عباره عن سيميليشن، بدل ما تروح تشتري اجهزه وتربطه وتحط راوتر وكل شيء، لا انت عباره عن برنامج بتنزل اسمه باكيت تريسر، هذا البرنامج تبني فيه شبكه، بتحط اجهزه بتحط راوترات وبتشبك وكل شيء، بدنا نتعلم عليه. هذا يعني يحاكي الجانب العملي فعليا، لو تروح تجيب مجموعه اجهزه وتربطها وتجيب راوترات وتشبك بينهم، نفس الحكي نفس الطريقه بدك تسويها، احنا نزلنا من خلال شيء اسمه باكيت تريسر. تنزيل البرنامج هي عندك من هون، تيجي بتكبس من هون بنزله، بتنزله على جهازك. هلا على الموبايل بنزل، ما بعرف ما جربت، جربوا انتم يعني، ما بتوقع. هلا بدك تقرا عن البرنامج، هيو انتروداكشن تو باكيت تريسر، لو كبست عليه اعطيتك جاي لينك، هذا اللينك بتكلم عن انتروداكشن تو باكيت تريسر، من وين انا جايبه؟ انا كله مرجعيتي سيسكو، سيسكو اكاديمي، لانه احنا معتمدين من عند اكاديميه، معتمد من عند سيسكو، سيسكو اكاديمي جامعه جرش عندنا اتفاقيه مع سيسكو مسويين اكاديميه، فهو لاحظ الماتيريال كلها بحاول اجيب لك اياها من سيسكو اكاديمي، لاحظ هذا عشان تفهمه، بقول لك انترودكشن. هلا بدي من كل واحد فيكم
يسوي اكاونت، لاحظ اكاونت على سيسكو اكاديمي تقدر، بس خليني بس اسوي لكم اليوزرات، انا بس بسوي لكم اكاونتات على سيسكو اكاديمي. عشان هيك طلبت منك الواحد ايميله، اسمك ورقم تلفونك، عشان احنا نجهز لكم اياه، تكونوا كلكم انتم موجودين تحت سيسكو اكاديمي من تحت جامعه جرش. واضح؟ حنحطكم كلكم تحت سيسكو اكاديمي، الاكاديميه اللي هي تبعت جامعه جرش، يعني يكون احنا منسقين تبعونكم. واضح؟ هاي نقطه. اذا بدك تقرا عنها، انت كل شغلك بده يكون على سيسكو اكاديمي. هلا سيسكو اكاديمي الماده اللي احنا حندرسها موجوده نفسها سيسكو اكاديمي. لو بتروح على اللينك هاد اللي هي اول توقف بسموه نتورك اسينشال، هاد كورس كامل از فري، مش شرط تكون عندي بجامعه جرش، اي واحد زملائك ايش بيقدر يسجل بسيسكو اكاديمي ويروح على ياخذ اول موضوع في النتورك. انا عنده مواضيع كثير، لاحظ كاتب لك هون كم ساعه بده، قديش تكلفته مسوينه ليفل، اي ليفل، ما هو في ليفلز متنوعه، اوكي، في منه باللغات اللي بدك اياها بالانجلش، تيجي هون بتسوي ساين، هو مناسب باللغه الانجليزيه، بتكبس اون وبتدخل. يعني هون لو انا كتبت انجلش، لاحظ بقول لك اعطيني اسمك وايميلك، بتسجل وبتسوي سبميت وبتبدا، بيبعثوا لك على الايميل لينك تبدا على الكورس هاد. اوكي، هذا الكورس راح شغال الفتره هاي من 1/2 ل 30/8. هذا هاي بسموها سيسكو فيرتشوال اكاديمي. اوكي، هذا كورس كامل، هو نفسه اللي بيتكلم عن اللي هو النتورك اسينشال. اوكي، ومحطوط باللغه الانجليزيه، هلا ممكن تلاقيه بلغات ثانيه. اوكي، احنا ان شاء الله بنوفر لكم اليوزرات، عشان هيك الكل ضروري على الواتساب، على مجموعه، على جروبنا شبكات الحاسوب، الكل يبعث لي بياناته عشان نستطيع نسجلكم كاملة. اوكي، خلينا نرجع باك. اوكي، هلا زائد هدول الباوربوينت، انا كانستراكتور في سيسكو اكاديمي معطيني الماتيريالز كامل، الباوربوينت، البرامج، كل شيء معطيني اياه. هلا انا هون بتلاقوا كل محاضرتين بتلاقوا شيء اسمه لاب، شايفين كلمة لاب زيرو، لاب ون. شو هم اللاب هدول؟ هدول اللاب، هدول الجانب العملي. أول إشي في الجانب العملي، جهزت لكم ماتيريال. أول إشي شو هو الباكيت تريسر؟ أوكي، شو الباكيت تريسر؟ هاي كيف، شو هو، كيف تنزله، لاحظ شو خصائص الباكيت تريسر، معلومات عامة، هاو تو داونلود، كيف تسوي عملية الانستوليشن للباكيت تريسر. هاي كاتب لك أول شيء، روح سوي دبل كليك، بعدين فيرست، أول شاشة بتطلع لك سوي نيكست، بعدين سوي كذا، بعطيك خطوات تنزيله. أوكي، هلا مش بس هذا أول لاب بعطيك إياه، المطلوب منك أول شيء الجانب العملي في المادة هاي، إنك تسوي انستوليشن للباكيت تريسر. أنا وفرت لك البرنامج هيو هون، سوي من هون، شايفين دبل كليك عليه وبتنزلوه. كيف تنزلوا خطواته؟ هيو في اللاب، وفرت لك اول واحده في اللاب عشان كيف تنزل الخطوات. وهي هون خلينا نسميه لاب واحد مش لاب صفر. هاي اول لاب. اوكي، لاب 1، وهي بدي اقول لكم اياها خليها بعد الداونلود. يعني بتسوي داونلود للباكيت تريسر، بعدين بتفتحها تشوف خطوات تنزيله. اوكي، اذا مقدم عن الباكيت تريسر تنزيله، وهون الخطوات التنزيل. اوكي، وهي ارفعها هون لارتب الامور عشان يكون تبعون سيسكو اكاديمي يكونوا تحت بعض. اوكي، هاي هون سيسكو اكاديمي، هاي هون الماتيريال تبعت سيسكو اكاديمي، هون الكتاب الماده، هدول الباوربوينت تبع كتاب الماده، وهي السيلبس. واضحه الامور شباب معي؟ واضحه واضحه دكتور. يعني انا برتب الامور في بدايه اول محاضره، لانه بعديها بننطلق، بصير انزل لك ماتيريال عشان تعرف. تحت التكست بوكس هدول سلايدات الكتاب، تحت سيسكو اكاديمي
اوكي السلايدات تبعون السيسكو اكاديمي اوكي. دكتور بدي اسالك تفضل. شو اسمه عشان سيسكو اكاديمي بس تبعت لنا اليوزرات بعديها بنبدا اللي ها بعت لك اليوزرات هم ببعثوا لك على الايميل اللي انت اعطيتني اياه ببعثوا لك اليوزر تبعك عشان هيك الايميل اللي تبعت لي اياه بده يكون اكتف اللي هو بتفتحه دائما. تمام وصلت 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 ضروري كل واحد بعت لي بيبعت اسمك بالعربي والانجليزي رقمك الجامعي تلفونك وايميلك شغال لانه هم سيسكو اكاديمي هم اللي حيبعثوا لك. احنا بنبعث لهم نسوي قوائم بنبعث لهم هم بيزودوك. يعني الاسبوع القادم يوم الاحد الاسبوع القادم اليوم بدك بس نخلص المحاضره تبعت لي معلوماتك. بعث لي معلومات بس بكون جاهز قبل انا بستنى يخلصوا التسجيل عشان يجمل العدد. ليش انا مستنى؟ ما بدنا نبعث جزء جزء احنا بنبعثهم بما كشف واحد كل الطلاب اللي مسجلين في هاي الماده اسمائهم وتلفوناتهم كل شيء عشان يبعثوا لنا اياهم. وضحت؟ وضحت. هلا كل تعاملك معي من خلال المنصه هون يعني ايش في اسئله في شيء بالاضافه اذا في عندك والله اي شيء مشاكل من خلال الساعات المكتبيه. الاصل لازم تكون مضيوف على جروب للاي تي كليه الاي تي وفي جروب للمواد لكل ماده بمادتها. اي واحد مش مضيوف على اي جروب يبعث لي على رقم تلفوني. رقم تلفوني واضح للجميع؟ واضح دكتور. خليني ارجع على اشوف الاسماء. هاي هون على الشات اللي مش هاي رقم تلفوني مره ثانيه 0796340332 هاي بعته على الشات. اوكي خليني بس اشيك على اسمائك لانه ستيل في غياب كبير يعني الكل اللي حاضرين 18. في فيصل البنادي على اسمه بدي يرد علي عشان اتاكد من اسمه. فيصل فيصل موجود دكتور. اوكي غسان. نعم موجود دكتور. اوكي بعدين بلال عبد الله. نعم موجود دكتور. حسان عياصة. نعم دكتور موجود. محمد مهنا موجود دكتور. اوكي حمزه خالد. نعم دكتور موجود. اوكي عمر حماده. موجود دكتور عمر حمزه. عمر حمزه اوكي في اكثر من عمر خضر. عمر حمزه. نعم دكتور موجود. عمر خضر موجود. عمر خضر موجود. اوكي وعمر فايز. موجود دكتور. العتوم. رند. نعم موجودة. اوكي في نعيم. موجود دكتور. في محمد إيهاب. موجود دكتور موجود. اوكي في إبراهيم. موجود دكتور. حول اسمك بالعربي إبراهيم. إبراهيم حمادة. في أسيد. دكتور موجود. طيب في طالب داخل معنا برقم 10601 08 مين هذا؟ طلال كريم عبد الحكيم. طلال طالب كريم عبد الحكيم دكتور. بدي اسم كريم عبد الحكيم ابو حوش عبد العلي. ما دكتور بدي ليش طالع رقم انا بدي اسم يطلع. تمام غير عندك لازم يطلع اسمك جاي بيت الطلاب. حاضر دكتور حاضر. اوكي وين اخوك؟ اخويا تعبان والله دكتور اليوم. يعني مش بتحضروا الاثنين مع بعض؟ لا والله والله دكتور. طيب ضروري يحضر هي ثاني مره بغيب. حاضر حاضر دكتور. اوكي
هلا ضايل 10 دقائق بتنتهي المحاضره، هي بيطلع دائما وقت. واضح الامور يا شباب، بدنا نرتب امورنا. تفضل. بلاش تحطني غياب، ما رديتش علي. مين شاكر؟ نديت يا شاكر. شاكر طيفان موجود. لا في ناس، في ناس تحت. اوكي اوكي هلا انتبهت. في شاكر وفي عبد الله مروان. حاضر دكتور موجود. نديت علي. عبد الله شو الماده اللي مسجلها؟ شبكات دكتور. طب اسمك مش بالكشف عندي. ما بعرف والله. عبد الله مروان. لا لا هي مو الاعداد كبيره. مؤمن. اي نعم دكتور موجود. مؤمن خلاص الحمد. دكتور حضرتني تمام عبد الله. حطيتك حضور، حطيتك. في حدا ما طلع اسمه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 طالب. اوكي اليوم بكتفي لان في لسه ستيل، احنا صار عندنا 27 طالب مسجل في الماده، يعني لسه في 10 غايبين. اللي بيعرف حدا من الطلاب بلغوهم ضروري يحضر. انا المحاضره الجاي حبدا باول شابتر، يعني حشرح، ما حستنى ولا حشرح اي شيء ثاني. اوكي لان هذا الاسبوع الثاني صار في الفصل، حبدا مباشره بشابتر واحد سواء من الكتاب. هاي شايفين الكتاب؟ لو فتحنا الكتاب هون، هيو هاي الباوربوينت، خليني بس اشير لكم اياهم. هاي شير، هاي الكتاب شايفينه؟ نفس الكتاب، هذول مش نفس المؤلف اللي هي داتا كوميونيكيشن اند نتورك. الشابتر الاول اللي هو مقدمه عامه، هاي نقطه. كمان بكون انا شغال، انا بشتغل يعني بارل من الكتاب ومن سيسكو مع بعض، واضح؟ من الكتاب ومن سيسكو. هلا لو بدك تيجي تشوف سيسكو، يعني الاثنين بغطوا بعض. كمان هدول تبعون سيسكو، بس اشير لكم اياهم. هاي شير، هاي هدول سلايدات من سيسكو اكاديمي شابتر 1 اكسبلورينج ذا نتورك، واضح؟ فانا ماشي بمشي على سواء المنهج تبع سيسكو زاد النتورك. لاحظ هون في اول شابتر بتكلم عن الجلوبال كونكتد، اللان والوان، تكلم عن النتورك بلاتفورم، التشينجينج نتورك انفايرمنت سمري. فانا بغطي من الشابتر، يعني الاثنين مع بعض نفس الموضوع، واضح؟ يعني الجانب النظري والعملي مع بعض البعض. في اي استفسار اي سؤال؟ رجاء المره الجاي شباب، المره الجاي الكل يعني 9:30 ببلش المحاضره، مش نضيع ربع ساعه وانت بتدخلوا. انا الا 5 او الا دقيقتين بفعل المحاضره، انت بتكون جاهز مجهز امورك. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. انا شايف عندي هون طالع عندي 18 طالب، بس اللي عندي 17، مش عارف ليش في حدا. كنت بدي اقول لك دكتور بس انه 17 اللي اخذتهم حضور وغياب. طب خلينا نادي على الغياب. محمد عمر موجود؟ محمد عمر. اسماء ناصر، محمد عبد الحكيم، عبد الرحمن، عبد الفتاح، باسم، عبد الفتاح، عمر سالم، محمد عبد المعين، احمد انور. دكتور انا عمر حمزة. عمر سالم موجود. عمر خضر ما طلع دكتور. عمر سالم موجود؟ موجود يا دكتور. عمر حمزة هو نفسه. وعمر خضر دكتور ما طلع اسمه. طب لا انا قلت الغايبين، الغايبين. لا دكتور انا موجود.
عمر سالم موجود؟ موجود. وين عمر سالم؟ يرد علي يا شباب، ما بدي حدا يرد عن الثاني. عمر سالم محمد الحمزة موجود دكتور. هذا انت اوكي خلاص هيك 18. فرجاء انتوا اسماءكم، لانه في ناس حاطين اسمهم الرباعي، لما تحط اسمك الاول واسم العيله اسهل الي عشان اخذ حضور غيابه. يعني مثلا عمر حمزه خلاص حول اسمك بالعربي يا عمر. مثلا نعيم ظاهر سلامات، حط نعيم سلامات اسهل الي. محمد عبد الكريم هيو فات، وفي كريم عبد الكريم، حط اسمك الاول واسم العيله. اوكي دكتور لو سمحت. تفضل. ما هو لما ندخل من ال ام اس بيطلع الاسم الرباعي اجباري. طيب ما هو حول لي اياه ما في مشكله، خليه بس خليه عربي. ما هو الاسماء مسجله كلها بالعربي، مين مغير؟ في ناس مغير اسمائهم. اوكي بيكونوا داخلين الرابط. الاسماء الزوم نفسه، زوم نفسه بتغير اسمك، تقدر تغيره تحطه بالانجليزي او تحطه مختص. تمام دكتور. اي استفسار يا شباب؟ يا ريت. تفضل. دكتور بدنا رابط الجروب لو سمحت. ابعت لي على تلفوني. وبعده الشباب هلا. طيب يعطيك العافيه. انا محمد عبد الحكيم. غسان بنات. دكتور. تمام دكتور. حطيتك حطيتك يا محمد عبد الحكيم حضور. بعد اذنك انا كهرباء كانت قطع عندي. ما فيش مشكله بتحضرها، انا حسجلها بتحضرها المحاضره. ما شكرا دكتور. ما في مشكله. غسان بنات رد علي. نعم دكتور. نعم. حط رابط الجروب هون على الجروب على الشات هون. هو للاسف انا لما طلعت من الجروب بطلت ادمن والرابط مش معي اصلا. اوكي طيب. انا المشكله على اللابتوب هون مش حاط الجروب. اذا بدك حطني ادمن هسه وبطول الرابط على السريع. لا هلا بحط هلا بدخل. خليكم معي الاي تي. خليكم معي، احنا جروب الشبكات. مزبوط دكتور. بس خلينا اطول. ابعت على كليه الاي تي دكتور لانه هسه بخصص المحاضره. خلص بحط لكم انتوا على جروب الاي تي، بحط لكم اياه على جروب الاي تي. شباب مين مش في جروب الاي تي؟ الكل في جروب الاي تي. انا برجع بضيف لكم اياهم على جروب الاي تي عشان تضيفوا حالكم. لا دكتور انا بلال مش بجروب الاي تي كمان. بلال خذ رقم تلفوني وابعث لي على الواتساب. خلاص ماشي دكتور. عندك الرقم؟ عندي. يلا ابعث لي اياه. يعطيك العافيه. اي استفسار يا شباب؟ يعطيك العافيه. يلا يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه دكتور. اهلا.